حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم الأول على إزاي تقرأ الشيست إكس راي. فكلكم حضراتكم عارفين إن الشيست إكس راي هو من أحسن الوسائل التشخيصية التي ما زالت صامدة لحد دلوقتي، وفحوصات كتيرة جدا اتلغت بس هو لسه ماسك نفسه ولا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال لحد دلوقتي، لان هو is a very simple technique وتمنه رخيص مش محتاج تحضير، وبيطلع معلومات كويسه جدا عن اللونج، و يعني التكلفه زي ما انتم عارفين بسيطه. الشيست اكس راي الكويس لازم يكون البيشنت واقف عدل وهو بيتصور، لازم يكون full inspiration، لازم يعمل الفني adequate penetration للشيست علشان تطلع الديتيلز بتاعته مظبوطة. الشيست اللي بتدخل فيه الأشعة من ورا اسمه بوسترو انتيرير، ولو المريض كان وشه ناحية التيوب اسمه انتروبوستير. ايه الفرق بين البوسترو انتيرير والانتروبوستيرير؟ ان في الانتروبوستيرير بيكون الهارت بعيد عن الفيلم، وفي البوسترو انتيرير بيكون الهارت قريب من الفيلم. فلما يكون الهارت قريب من الفيلم ما بيحصلش ماجنيفيكيشن، لما يكون بعيد عن الفيلم بيحصل ماجنيفيكيشن. ودي نقطة مهمة علشان الناس بتصور في الانتنسيف كير وبتصور في الحوادث وكده كله بيبقى انتروبوستيرير، عشان كده الناس دولت ما بيبقاش همهم قوي موضوع الهارت، لأن عنده مليون ألف طريقة بيعرف بيها المشاكل اللي في الهارت، لكن هو بيبقى همه الشيست وول واللنج. لكن انت عشان ما تعملش مشاكل مع المريض وتيجي كاتب ان هو تنكريز كارد مش عارف ايه ترانزفيرس دايمتر ده، وتروح كاتب بعدها الكلمة القبيحة جدا جدا اللي هي فور ايكوكارديوجرافي. وانا بشدد عليك مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، don't recommend أي حاجة في التقرير بتاعك، حتى لو أنت شايف المريض قصادك هيموت لو ما عملتش الريكومنديشن ديت. don't recommend. أنا بقول لك وبخلص ذمتي، ولو أنت ما عملتش كده هتشوف إيه اللي هيجرى لك يوم القيامة. وأنا خلاص أنا شرحت الحكاية ديت كذا مرة وأكتر من مرة. don't recommend أي حاجة في التقرير بتاعك. أنت دلوقتي قال لك اعمل شيست اكس راي، عملنا شيست اكس راي، كتبنا التقرير على قد الاكس راي خلاص، ولا تقول له سي تي از ريكومندد ولا ام ار مش عارف ايه ولا فولو اب از ايه ولا الكلام، مالكش دعوه، انت مش ولي امر المريض ولا الدكتور اللي بيعالجه خلاص. مش بقول لك كده علشان حاجه، لان معظمنا بيفترض الجهل في الطبيب المعالج، وفي الطبيب المعالج بيفترض الجهل في دكتور الأشعة فيقول له سي تي شيست كورونا وساجيتال وبون ويندو وسوفت تيشو ويندو وبتاع، بتقول له مالكش دعوة، يقول لك لا أصل في بتاع الحتة دي ما بيفهموش حاجة. فهو حاسس إن إحنا ما بنفهمش وإحنا حاسين إن هو ما بيفهمش، واللي متمرمط في النص كله هو هذا المريض الأنوي النادر. إذن دونت ريكومند أي حاجة. قال لك اعمل شيست اكس راي، عملنا شيست اكس راي. قال لك اعمل بالصبغه، عملنا بالصبغه. ما تعملش بالصبغه، ما عملناش بالصبغه، والتقرير على قد الشيست اللي معمول من غير صبغه. ومفيش داعي في كل تقرير شيست معمول من غير صبغه تكتب له اون نون كونتراست بيزس، ما اعرفش ايه ايه اون نون كونتراست بيزس، انت عارف ايه بلين سي تي. الكلام ده يا جماعه مكتوب في العنوان، مكتوب في العنوان فوق ان الشيست ده والله العظيم ثلاثة من غير سبب. خلاص اكتب بقى اللي نفسك فيه، واحنا عارفين ان الشيست ده من غير ايه؟ من غير سبب. طيب الكارديو ثوراسيك ريشيو زي ما حضراتكم عارفين احنا بنيجي عند اوسع او ابعد نقطتين في الكاردياك شادو، ونقيس المسافة ديت، ونيجي عند ابعد نقطتين في الشيست ونقيس المسافة ديت. المفروض دي تكون نص دي، ما تتعداش النص يعني، علشان يبقى الكارديو ثوراسيك ريشيو كويس. المريض لو ما خدش نفس الدايفرام هيطلع لفوق والهارت هيتبطط والترانسفيرس كاردياك دايمتر هيبقى كبير. فانت لو انت شايف الشيست من غير نفس ما تعلقش على الهارت، قول ان الهارت هو كويس،
وكمان في بعض الاحيان لما يكون في بلورال افيوجن يروح كاتب لك the cardiac shadow cannot be evaluated. لا يا حبيبي، كان بي ايفالويتد وكل حاجه، بس انت اللي مش حابب تعمل كده، مش حابب تيجي على نفسك حبتين. لكن لا، انت بتكلف المريض تكلفه اضافيه، والتكلفه الاضافيه دي فيها اشعه وفيها صبغه وفيها فلوس، وانت المسؤول. انا قلت لك اهو، وانت المسؤول. انا قلت لك في الانتنسيف كير بيبقى المريض عامل كده، فالشيست دوت ولا اريكت عشان ياخد نفس كويس، ولا بوسترو انتيريور عشان الهارت ما يحصلش فيه ماجنيفيكيشن. بس في الانتنسيف كير هم دي دونت كير اباوت ذا هارت، لان في مونيتورز كتيره جدا بتاسس الهارت. وبيعمل دوت ليه؟ عشان الكومبليكيشنز اللي انا هقول لك عليها في المحاضره بتاعه الانتنسيف كير راديولوجي. لما يكون المريض سوباين زي في الحوادث وزي في اي حته، ان يو اكسبكت ان الهارت كبير، ما تكتبش كده. انت عارف ان الهارت هيبقى كبير بسبب السوباين فيلم. هتقول لي طب اكتب ايه في التقرير؟ يعني اقول الهارت كويس، ولا اقول مش عارف اساس، ولا اقول مش عارف ايه؟ ان احنا يا جماعه الخير كتابه التقرير في الاشعه مفيش اسهل منها، بس الجدع اللي يفهمه، هي ديت القضيه. فانت مش هتغلب ابدا انك انت تظهر، انا انت شيست اكس راي وعارف ان هم قاصدين اللنج والريبس، خلاص انا the cardio thoracic ratio is within normal مثلا. خلاص لو انا شايف ان هو سوباين والهارت كده، بس هم they don't care، هم مش قاصدين الموضوع الهارت. اذا كان عندك lateral خلاص مفيش حاجه وانت عامل lateral اسمها مش قادر اسس الهارت، مفيش حاجه اسمها كده. ان you should be able انك انت تاسس الكارديو شادو طالما في lateral view. طبعا الديكيوبيتس بطل من زمان، احنا كنا بنعمل الديكيوبيتس ده علشان نشوف الفلويد اللي موجود في الكوستوفرينيك انجل هيسرح كده ولا مش هيسرح. لو سرح يبقى ميه، لو ما سرحش يبقى كونسوليديشن. دلوقتي احنا بنعرف الحكايه ديت. ده مثلا مثال تاني، في هنا بس كده يعني شكلها مش زي الافيوجن. الافيوجن بيبقى منسكس كده لفوق، فده سرح كده على الشيست وول، فمعنى كده ان هو في جزء ميه وفي جزء مش ميه. الالترا ساوند اعظم جهاز في الدنيا، اعظم جهاز واحسن واحد ومليان بكل المميزات اللي في الدنيا، بيقدر يحل المشاكل دي. والالترا ساوند اوف ذا تشيست راسه براس السي تي وراسه براس الام ار، لو اللي ماسك البروب بس بيفهم في هذا الموضوع. لما تبص على الشيست اكس راي فبتعرف على طول انت دكتور اشعه، فعارف ان ده شيست كويس وده شيست محروق وده الشيست اللي هو سوفت، علشان تعرف اذا كان المريض واخد نفس ولا لا. بتعد الريبس 1 2 3 4 5 لحد 10. الديافرام عند 10 يبقى واخد نفس، الديافرام لفوق عن كده يبقى مش واخد نفس. في بقى لسه كنت انا بدرس في قريب اول امبارح، فالطلبه هم دول مش دكاتره ولا اشعه. المهم الدايفرام عند 9، يبقى ده واخد نفس ولا مش واخد نفس؟ واخد ولا مش واخد؟ واخد طبعا، واخد يا جماعه. هو كل واحد ياخد نفس ينزله عند 10؟ لا، بس انت اللي مش واخد نفس الريب عند الدايفرام عند 6، عند 6 واضح جدا. ماشي طيب، يبقى هنا انسبيريشن واكسبيريشن والهارت متبطط، يعني ده فولس امبريشن ان الهارت كبير. فانت لما تكتب شيست اكس ري زي ده وانت عارف ان هو اكسبيريشن، تكتب نورمال كاردياك سايز اند شيب، نورمال كاردياك سايز اند شيب. الديافرام اعلى من الناحيه الثانيه، اليمين اعلى من الشمال ب 3 سم، من 1 ل 3 سم. في اللاترال فيو الابر دورسال فيرتبري بيضه، اللور دورسال فيرتبري سودا. دي عليها كتف المريض وديت عليها اللونج بيزس. لو عملت شيست اكس راي لاترال فيو ولقيت الابر زي اللور، يبقى معنى كده ان في حاجه غطت على اللور، والحاجه اللي غطت على اللور سباين بتكون دايما لور لوب. الحاجه اللي غطت على اللور دورسال فيرتبري بتكون دايما لور لوب،
يا اما شمال يا اما يمين، بتعرف ازاي؟ تروح في الامامي، فبتلاقي ان في مثلث كده ورا الهارت اللي هو ليفت لور لوب كونسوليديشن كولابس. اشهر اشعه بتيجي في كل الامتحانات اللي في الدنيا سواء اطفال او غير اطفال. المريض لو وقف عدل وهو بيتصور وانت حطيت علامه عند السباينس بروسيس بتاع الفرتبرا، هتلاقي المسافه من هنا ما بينه وبين الكلافيكل قد المسافه من الناحيه التانيه. لو المريض وقف معوج هتلاقي في فرق بين المسافتين، ويترتب على هذا ان في جنب بيكون قريب من الفيلم وجنب بيكون بعيد عن الفيلم، فيحصل اللي انت شايفه دوت، جنب يبقى اسود وجنب يبقى ابيض. And this is very very common في الاطفال، وعشان كده دايما كل حاجة الاطفال محتاجة حد مالي هدوم وعارف راسه من رجليه هو بيعمل ايه بالظبط، لان المال بوزيشن وعدم النفس كل الكلام دوت بيبقى موجود عنده. وبالتالي لما المريض يلف كده لفه هتخلي الحاجات اللي على الناحيه اليمين تبقى مور برومننت. فانت لو انت عندك لاترال فيلم بيبقى سهل قوي عليك انك انت تعرف ان دوت ناشئ من الروتيشن، بدل ما تكتب ان ده نمونيا او تكتب هاتوا لي العيان نعيده تاني والكلام اللي انت فاهمه. نقطة مهمة جدا في الشيست اكس راي وهي الماستكتومي. في الناس اللي عاملين ماستكتومي بيكون اللونج بيز اللي فيها الماستكتومي مور ريديلوسنت عن اللونج اللي فيها البريست، وبالتالي بتبان الحتة ديت اغمق شوية من الناحية دي. وهذا الشيست بيكون باعتبار كل الناس اللي بتمتحن ان هو فيه الكلينيكال، يعني ما تقولش بقى للدكتور اللي بيمتحنك هو العيان ده بيشتكي من ايه او العيانة دي بتشتكي من ايه، حد شايل الثدي غالبا يعني ديو تو كانسر، فانت تعرف ان فيه هنا هو برايمري مالجنسي، يبقى بندور على الحاجات اللي ليها علاقة بالبرايمري مالجنسي. زي ما نقول لما تيجي تكتب التقرير وتلاقي الليجن هنا، الحته ديت اسمها ذا ايبكس اوف ذا لانج، الحته ديت اسمها ميدل لانج زون اللي هي قصاد الهايلم، الحته اللي فوقيها اسمها ابر لانج زون، الحته اللي تحتها اسمها لور لانج زون. يبقى انت لو لقيت نوديول زي ديت كده وهي موجوده قصاد الهايلم وانت ما عندكش لاترال فيو، فبتقول ان ذس از رايت ميدل لانج زون. لكن لو انت عندك اللاترال بتتخيل مكان الفيشرز، فعلى الناحيه اليمين في ميجور وماينور، وعلى الناحيه الشمال في ميجور بس، وفي نقط كده عشان اللينجل. فلو انت حصل انت يوجوالي يو دو نوت سي ذا فيشرز الا لو دخل فيها ميه، زي المريض دوت كده عنده افيوجن وعنده اكستنشن اوف ذا افيوجن في الفيشر الصغير والكبير، then you can see الاثنين مع بعض. لو انت عندك اوباستي في الشيست اكس راي والاوباستي دي جزء منها قصاد الهايلم وجزء منها لتحت، يبقى دوت اسمه ميدل اند لور لانج زون. افرض كان عندك لاترال فيو بتتخيل وجود الفيشرز، فده الميجور فيشر وده الماينور فيشر، يبقى الابر والميدل لوب ما فيهمش حاجه والاوباستي ديت كلها موجوده ان ذا ايه؟ ان ذا لور لوب. نيجي بقى للساينز اللي احنا بنعتمد عليها في كتابة التقارير، واول واحدة فيهم اسمها ذا سيلويت ساين، والساين ديت معناها ان في اوباستي في الشيست وغطت على الكاردياك بول، بحيث لما تيجي تمشي على الهارت ما تعرفش تمشي، يبقى يفهم ضمنا ان الاوباستي دي جنب الهارت، وبما ان الهارت قدام يبقى الاوباستي قدام، وايه اللي هو قدام من الـ على الناحية اليمين هو الميدل لوب. إذن هذه الأوباستي غالبا هتكون in the middle lobe من غير lateral view، وده مثال باللاترال فيو. عندنا أوباستي هنا مغطية على اللور بارت اوف ذا كارديوك بوردر، وبعدين عملنا اللاترال فيو فلقيناها في الميدل لوب. أما هذه الأوباستي فتقدر تمر على الكارديوك بوردر من خلالها، معنى كده إن الأوباستي مش جنب الهارت، لورا كل الحاجات اللي ورا في اللور لوب، كل الحاجات اللي ورا في اللور لوب. اذا هذه في اللور لوب الشمال، وساعتها لما تيجي لو انت عاوز تكتب يعني سلويت بتقول ديت سلويت نيجاتيف، اما لو غطت فبتقول عليها سلويت بوزيتيف. فلما تعمل لاترال فيو تلاقي فعلا الاوباستي مغطيه على اللور
دورسال فيرتبري وخليتها بيضة زيها زي الابر دورسال فيرتبري زي ما احنا قلنا. الساين التانية اسمها اير برونكوجرام، لما بيكون فيه اوباستي وجواها شجرة مليانة هواء يبقى ديت اسمها اير برونكوجرام. يبقى الاوباستي اللي جواها شجرة مليانة هواء تقسم بالله العظيم ثلاثة ان هي اوف بالمونري بارينكيمال ديزيز اوف الفيولر اوريجين واسمها كونسوليديشن. اي اير برونكوجرام انت تشوفه تقول ان ديت اوف بالمونري بارينكيمال اوريجين وان هي الفيولر باثولوجي وان هي اسمها كونسوليديشن. والكونسوليديشن زي ما هقول في الديفيوز حاجات كتيره جدا، ما هياش نمونيا وبس. الاير برونكوجرام بيتشاف في السي تي وبيتشاف في الاكس راي وبيتشاف يعني الوسائل اللي انت ممكن تشتغل بيها. بعد كده عندنا اربع الفاظ هنستخدمهم واحنا ماشيين على طول، اللي هم النوديول البلمونري نوديول اللي هي ويل ديفايند ليجن اقل من 3 سنتي، بلمونري ماس يعني ويل ديفايند ليجن اكتر من 3 سنتي، بلمونري باتش يعني ال ديفايند اوباستي جواها شجره مليانه هوا، بلمونري كافيتي يعني كوره فيها هوا والهوا دوت يا اما جزئي يعني مع حاجه تانية يا اما كلي يعني الكافيتي كله مليان هوا. الكافيتي لابد من وجود الهواء عشان يبقى كافيتي، لابد من وجود الهواء عشان يبقى كافيتي. نيجي ازاي تقرا الشيست اكس راي، تحط الشيست اكس راي على الفانوس ما تبصش عليها في الشمس ولا في نور الاوضه اللمبه والكلام اللي انت فاهمه. وبعدين تحاول تفرق ما بين اذا كان في فوكال لانج ديزيز او ديفيوز لانج ديزيز. طبعا بعد لما تتاكد ان الشيست دي معمول كويس وان البيشنت خد نفس كويس وانه ما كانش ملفوت وطبعا باعتبار ان انت دكتور مش مصوراتي فلا بد ان يكون عندك adequate clinical data عن المريض. وانا ارجوك وابوس ايدك اليمين والشمال انك ما تكتبش تقرير لحاله من غير ما تكون عارف المريض بيشتكي من ايه، وتكون عارف بما لا يدع مجال للشك. خلاص يعني مش تيجي الحكيمه تقول لك ده عنده صداع تصدقها ما اعرفش مين. انت لو جبت المريض وسالته هتتفاجئ ان كل اللي قاله لك مش مظبوط. ماشي، فلو سمحت ما تكتبش حاله من غير كلينيكال داتا. طبعا انت في الامتحان ما انت مالكش حيله، لو سالت على الكلينيكال داتا شتايم بقى وبتاع وتهزيق واللي انت فاهم، فخلاص انت يعني امرك الى الله، تحاول تانتربريت من غير كلينيك. لكن وانت في الامور الطبيعيه العاديه الديمقراطيه تسال على كلينيكال. بعد كده لو كان في افلام قديمه يا حبذا لو كان في بتساعدك جدا في الانتربريتيشن. واذا فشلت في الوصول الى تشخيص من الاكس راي ممكن تستعين بالسي تي زي ما انا هقول لك دلوقتي. بيجي الفوكال ليجنز اللي هم في اول محاضره، هم النوديول اقل من 3 سم والماس اكتر من 3 سم والباتش فيها اير برونكوجرام والكافيتي فيه هواء واشياء اخرى. النوديولز اللي في الشيست هم سته، اللي هم التوبركلوما والهامرتوما والبرونكوجينيك كارسينوما والميتاستاسيز والارتير فينس بالفورميشن والهايداتد سيست. النوديولز ديت كلها بتكون حجما اقل من 3 سنتي، واسهل واحد فيهم هو الميتاستاسيز لانه مالتيب كور 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 كور. لقيت كور 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 تقول ميتاستاسيز انتل بروفد اذروايز، عارف ان المريض عنده كلينيكال في برايمري مالجنسي ولانجود، ما انتش عارف برضه هي ميتاستاسيز الى ان يثبت عكس هذا. فلما تلاقي كور 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 زي ديت كده تقول ايه ميتاستاسيس. هتقول هو الميتاستاسيس ما ينفعش تكون واحده، ينفع طبعا الميتاستاسيس ينفع تكون واحده، ولكن مش هقدر اشخص دي ميتاستاسيس ولا لا الا لما يكون عندي هيستوري ان في برايمري مالجنسي او انا شايف في الفيلم
في برايمري مالجنس. من ضمن الخدع الامتحاناتيه ان يكون في بريست كانسر مثلا هنا هو، ويكون في كور كور كور. فانت طبعا عشان راكبك الفزع والعفاريت كلها، فممكن ما تشوفش البرايمري مالجنسي وهتشخصها برضو صح يعني. بيجي بقى يا جماعة الخير، ودي نقطة مهمة جدا ومتكررة بشكل مفجع جدا، اللي هي النوديول 3 ملي 5 ملي. دلوقتي يا جماعة طلع حاجات كتيرة جدا في الليتريتشر بتقول ان البقعة البيضاء اللي موجودة في المخ في الوايت ماتر واحدة اتنين تلاتة كأنك ما شفتهمش، اسمها unidentified bright objects. والنوديول اللي هي ملي 5 ملي مش عارف راكبها عفريت، اسمها نون سبيسيفيك بالمونري نوديول كانك ما شفتهاش. واللينف نود اللي اقل من سنتي وموجوده في اني وير ان ذا بودي اسمها رياكتيف لينف نود، ولا تجيب سيرتها في التاني. السبب في كده يا جماعة الخير هو البرجلة الرهيبة جدا اللي بتحصل للمرضى. فأنت لما يكون، وده كل ده أنا شفته بنفسي يعني مش متخيله، لما تكون واحدة عندها مثلا اوفيريان كانسر وعندها بالمونري نوديول 2 مللي، خلاص راح ابن الحلال قال بما ان فيه كانسر يبقى ميتاستاس، راحت لابن الحلال التاني اللي هو كلينيشن قال لها اعملي بيت سي تي، فطبعا ما بنتش، قال لها اذا ناخد بايوبسي. طبعا عاوزين نستدعي سوبرمان او باتمان او اي مان في الدنيا عشان ياخد البايوبسي دي يعني. برضو ما هو مش عارف، في مثل كده يقول لك اذا كان بيتكلم مجنون تقريبا، صح كده حاجه زي كده يعني. فدي الدايليما اللي المرضى شغالين فيها. هو هي الست ديت، ودي انا شفتها بنفسي، دفعت ثمن البيت سكان اللي هو 7000 جنيه. قلت لها يا بنت الحلال انت عامله شيست قبل كده؟ قالت لي اه من 7 شهور. هاتي، طلعت هي النوديول المكربنه موجوده في نفس المكان. طيب، فيعني انا رايي، وكل لما براجع تقرير لحد صغير والاقيه كاتب نوديول 5 مللي اروح شاطبها على طول. خلاص؟ وبعدين اللي يحرق دمك بقى ان هو يقول لك ايه نوديول ما اعرفش ايه كويري سيجنيفيكت. طب لما انت عارف ان هي اصلا مش سيجنيفيكت، ليه بتنكد عيشه المريض واللي جابوه واللي خلفوه والكلام ده كله؟ صح ولا ايه يا جماعه؟ مش هو الدكتور ده كان زمان اسمه حكيم باشا؟ صح؟ صح ولا ايه؟ اي والله كان اسمه كده، حكيم حكيم. لكن دلوقتي لا، احنا عندنا عفاريت زر، فانت بيصعب عليك المريض وهتتسأل عنه يوم القيامه انك انت تروح كاتب له نوديول تخليه يلف حوالين نفسه، والراجل التاني مش فاهم حاجه اللي هو الكلينيشن، ومش المفروض ان هو يكون فاهم. انت رحت كتبت له تقرير وقلت له في نوديول 3 مللي، اللي هو المتحفظ قوي يقول لك ايه فور كلوز فور اب. الكلوز فور اب يعني ايه يا سعاده البيت؟ كل يومين ثلاثه تخبطوا واحد سيبني، كل يومين ثلاثه يا جماعه الخير. نعم نعم على حسب الكلينيك. انا دلوقتي واحد رايح يتوظف طلع عنده ثلاث اربع نوديولات 5 مللي ولا كاني شفته، ماشي. طيب واحد مثلا شاكين ان هو عنده كورونا، طلع عنده اتنين تلاتة من دول ولا حاجة، والنوديولز من الحاجات المهمة في الكوفيد زي ما هقول لك بعد شوية. طيب افرض واحد عنده برايمري مالينجنس، انا دلوقتي انا عندي نوديول 5 مللي، اعمل لها ايه عشان اتاكد ان دي تبع المالينجنسي ولا لا؟ اعمل ايه؟ فولو اب امتى؟ 3 شهور. 3 شهور 3 شهور يعني تقول للمريض والله كل شيء تمام ومش عارف ايه، وما تركبوش الفزع ولا البتاع التاني بعد 3 شهور. اذا كان ليها يعني اي علاقه بالمالجنسي لازم تقب كده، صح؟ ولما ما كانش ليها علاقه تفضل على حالها او تختفي. مظبوط يا سعادتك بيه؟ ايه؟ نكتب ايه؟ نكتب ايه؟
لونج ريد. طيب كويس. بص يا جماعة الخير، قال هذه المخترعات ال راد وكو راد وعفريت راد والكلام ده كله ليست له اي كلينيكال سيجنيفيكانس ولا امباكت على حالة المريض. خلاص، وانا هقول لك كده في الكورونا، والكلام بتاع الريكومنديشن بتاع الار اس ان ايه مش كلامي انا، اللي هو سيبك بقى من الفنكشه والحنكشه والكلام ده كله، خش على المريض. يعني لما حد بيبعت لي شيست اكس راي على التليفون ولا سي تي ويقول لي ده العيان عنده كورونا، عاوزين نعرف حالته خطيره ولا لا، بقول له بص عليه. انت تفتكر انا هعرف ازاي من الشيست اكس راي؟ بص على المريض، المريض بياخد نفس والاكسجين ساتوريشن عنده كويس وكل حاجه بتاع، يبقى حالته كويس ان شاء الله، يكون السي تي مهبب بهباب. طيب هو السي تي فيه نقطتين كده بس، هو هيفطس والاكسجين ساتوريشن 80 واسطوانه الاكسجين جنبه وكده، يبقى ايه؟ ما هي دي القضيه يا جماعه. احنا فصلنا نفسنا جامد جدا عن المريض وركزنا في الوحده، اللي هو بقيت انت مصوراتي بس، انت بتقرا صوره كومبليتلي اندبندنت عن البتاع، عن حاله المريض. وعشان كده انا بقول لك اذا كنت عاوز تبقى دكتور اشعه كويس لازم يكون ليه علاقه جامده جدا بالمريض، وما تصدقش اللي بيساعدوك كلهم الصغيرين، منهم ناس كذابين انا بقول لك، لانه هو مش قادر يروح يقابل المريض ولا عاوز ولا بتاع، وعارف ان انت هتنكد عيشته لو ما لقيتش الهيستوري، يقول لك انت عاوز هيستوري بس كده كده. انت فاهم ايه يعني؟ مفيش مشكله. طيب نيجي بقى اذا لقيت بالمونري نوديول والحرف بتاعها سموز وجواها كالسيوم، تعرف ان هي بناين. بناين يعني تبركلوما او هامرتوم، لو كانت لفوق تبقى تبركلوما، لو كانت لتحت يعني في اللانج بيز او في اي حته تاني تبقى البوسيبيليتي اوف هامرتوما اعلى، لو كان الكالسيوم اي منظر يبقى البوسيبيليتي اوف تبركلوما، لو كان الكالسيوم زي الفشار يبقى البوسيبيليتي اوف هامرتوم، زي مثلا النوديول دي اللي في اللانج بيز وفيها مثلا يعني بوب كورن، زي ديت برضو كده فيها بوب كورن كالسيفيكيشن، لكن ديت فيها سنترال كالسيفيكيشن، اند ذس از توبركلوما اند ذس از هامرتوم. والتفرقه ما بين التوبركلوما والهامرتوما از نوت اسينشال، هما الاثنين بناين، هما الاثنين ما بيتحولوش مالجننت، هما الاثنين ما لهمش اي علاقه بالمالجننسي ولا حاجه. بعض الأحيان بيبقى فيه توبركلوما أو هامرتوما والمريض عنده برايمري مالجنسي وعاوز يتأكد إن ديت مش متأسس، في بعض الأحيان بناخد منها بايوبسي، أو بعض الناس اللي هم متحفظين شوية يقول لك اعمل بيت سكان والكلام ده كله. لكن أنا هوري لك في محاضرة البيت دي إن التوبركلوما بتعمل هومبوليصة جامدة جدا في الأبتيت والساركويد زي ما هوري لك دلوقتي. And this is hamartoma وفيها بوب كورن كالسيفيكيشن. اما النوديول اللي فيها speculated margin فهي ديت المالجننت اللي هي البرونكوجينيك كارسينوم. speculated margin بيتشاف بالاكس راي، بيتشاف بالسي تي احسن من الاكس راي، وعندنا محاضره كامله على الدايجنوزس والستيجنج بتاع البرونكوجينيك كارسينوم. النوديول او الماس اللي فيها ميه وبتعرف ان جواها ميه باللو دنسيتي وان السي تي اتينيويشن اقل من بتاع المصل، فهي النوديول الوحيده اللي في اللانج which is the hydatid cyst. الهايداتد سيست يوجوالي وليس دايما الجدار بتاعه بيكون رفيع، في بعض الاحيان الجدار بتاع الهايداتد سيست بيكون تخين زيه زي الجدار الخراج، ولكن الخراج جواه هواء، اما الهايداتد سيست ما بيدخلش جواه هواء الا لما ينفجر، ولما ينفجر بيعمل ووتر ليلي، واللي احنا زي ما هوري لك دلوقتي تقدر تفرق ده من ده كويس. النوديول اللي ليها فاسكولار بيديكل يعني كونكتد تو ذا هايلم باي فيدنج ارتري اند درينينج فين، اند ذس از ذا ارتيري فينوس مالفورميشن. والارتيري فينوس مالفورميشن في الغالب بيكون ليها فيدنج ارتري يكون ليها درينينج فين، لكن لو انت لقيت فتله واحده بس يجوز، عشان التانية ممكن تكون مستخبية وراها، ممكن هتبان في مقطع تاني، ما تنشفش دماغك قوي يعني على هذا الايه، على هذا الموضوع. الارتيري فينس مالفورميشن في العصر الحجري
كنا بندخل بنعمل بالمونري انجيوجرافي وندخل القسطره في البالمونري ارتري ونحن صبغه، فتلاقي الفيدنج ارتري والاي في ام والدريننج فين اللي هي دي اللي كانت موجوده في اللونج بيز. اما دلوقتي فعن طريق طبعا المالتي ديتكتور سي تي ممكن تحن صبغه في الوريد وتشوف الاي في ام وتشوف الفيدنج ارتري والدريننج فين. لو عملت شيست اكس راي ولقيت نوديول فهي واحد من سته. لو ما عرفتش تشخص واحد من سته في الاكس راي تعمل سي تي وتبطل اللي هو الايه السمبسي مع قرايبك واصحابك وما اعرفش مين والكلام ده كله. بنزل تشوف واحده زي دي كده ما تخافش، دي التوبركلوما، وهو قال التوبركلوما موجوده لفوق والهمرتوما موجوده لتحت، يبقى التوبركلوما على طول. لا يا حبيبي، بالذات انت لما يكون هذا الشخص او دلوقتي مور ريسنتلي هذه الشخصه من المدخنات، ها، يبقى لابد 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 من الفيريفيكيشن. خلاص، اي ما تسمع ان في واحد مدخن يقول لك بطلت ما بطلتش اصل مش عارف من 10 سنين بتاع، لابد ينزل جواك الفزع من ان دوت يكون برونكوجينيك كارسينوم، فتمشي في سكه السي تي فتلاقيها فعلا برونكوجينيك، لقيت نوديول زي ديت كده. ما تقولش بقى لازق في الهايلم ويبقى اي في ام ما اعرفش مين، تعمل سي تي تلاقيها برونكوجينيك كارسينوم. Whenever you are not able to diagnose accurately the nature of the pulmonary nodule from the brain film, you should go for a for CT. نيجي بقى للماسز، والماسز هم ثلاثة: البرونكوجينيك والهايداتيد والميتاستاسيس الكبير. الماسز كل الشيست ماسز بلا استثناء هتعمل CT. كل النوديولز لا، النوديولز انت بتفرق ما بينهم والكالسيوم مش عارف ايه. اما الماسز يشد جو على طول، مش انت يعني الجو، انت قال لك اعمل شيست اكس راي خلاص يا سعاده البي، فرونتال شيست اكس راي شو بالمونري ماس ويز ويل ديفايند ايج مش عارف ايه ما فيهاش كالسيفيكيشن، وعاوزك تبطل ارجوك كلمه جروس، نو ايفيدنس اوف جروس كالسيفيكيشن. يعني في ولا ما فيش؟ اللي بيكتب جروس مين؟ كلكم طبعا ما بتكتبش. في ولا ما فيش؟ طب ما تكتب ما فيش. هو في حد ماسك سيجاره هيلسعك بيها اول ما تقول؟ خليك ديسايسيف. عمرك ما هتبقى ديسايسيف طول ما انت ماشي بالطريقه دي. والكلينيشنز دلوقتي خلاص مرارتهم بقت هنا من كتر الحاجات اللي هي ايه العايمه دي. ما فيش جروس ان ريماركابل ما اعرفش مين، الكلام الخزعبلي اللي هو ملوش اي 30 لازم. مثلا انت شايف سوليد ماس موجوده في الليفر والليفر سيروتك، حذر فذر، هتبقى ايه دي؟ اتش سي سي مش عارف ايه ماس ايه بوسيبيليتي اوف سي شيست بتاع ده اتش سي سي مي بي كونسيدرد فور الترا ساوند كورليشن اند الفا فيتوبروتين. انت هتشلين؟ ما تقول يعني انت تفتكر هتطلع ايه تاني غير الاتش سي سي؟ هتطلع ايه؟ اقول لك اصل ما مش ما واقعد ما هنا للصبح. يا جماعه الخير، الناس كلها عاوزه ديسيجن، عاوزه ديسيجن. دكتور الاشعه الكويس هو الديسايسيف، هو اللي ما بيطريش التقرير. وام انا طبعا انتوا عارفين الليل نهار عايش وسط الكلينيشنز وبسمع هم بيقولوا ايه وبعرف اعتراضاتهم على دكاتره الاشعه، فبيقول لك انا عاوز حد عقاد نافع، عقاد نافع، ما تقعدش انا ارمي لك الكوره تروح راميها لي، وانا ارميها لك تاني تروح راميها لي تاني، والبتاع الكوره دي لحد لما تموت. الحمد لله جت من عند ربنا. نعم؟ ما لا لسه في بيت سي تي وام ار وشويه حاجات كده نلم منها قرشين وبعدين نيجي بقى البايبسي في الاخر. طيب يبقى بالمونري ماس هيعمل سي تي، بس انت مالكش دعوه شيست اكس راي في ماس بطولها كذا عرضها كذا ما فيهاش كالسيفيكيشن، اللنج الثانيه سليمه، ما فيش بتاع كوستوفرينيك انجل كبير قصدي كلير، والهارت كويس. خلاص انت عارف مين اشهر ماس في الشيست على الاطلاق؟ البرونكوجين. تقول وانت بمنتهى الاريحيه اللي في الدنيا،
X-ray findings are impressive of bronchogenic carcinoma. هتقول لي طب افرض طلعت هايداتد سيست، مالكش دعوه. كام مره طلع الهايداتد قصاد البرونكوجينيك؟ مفيش. لو انت شفت في حياتك العمليه مش هتلاقي ده، تلاقي كل واحده كانت ماس طلعت برونكوجينيك في الاخر خالص، صح؟ بس فهو الناس عاوزه الديسيجن، ما تعومش الدنيا ومالكش دعوه، ولا تقول له فور سي تي ولا بيت سي تي ولا اي حاجه، مالكش دعوه، مالكش دعوه، عشان ما تشيلش الذنب. لانك انت هو نفسه يعمل بيت سي تي عشان العموله بتاعت البيت سي تي اكتر، ماشي؟ فتقول له انت اعمل سي تي، يقول لك سيبك منه، من البيت سي تي في بيت وفي سي تي الاثنين مع بعض، فاحنا ايه المهم؟ عملت السي تي طلع فيها ميه، يبقى هايداتد سيست. كوره في الشيست، عملت السي تي طلع فيها، لو عندك السي تي خلاص. لكن انت في الاكس راي يو هاف تو دايجنوز، انت في الامتحان جبنا لك شيست اكس راي، قلت في ماس، ايه تطلع ايه دي يا ابني؟ عاوز سي تي. نعم، يعني ايه عاوز سي تي؟ متشخص. هو انت جاي تشخص ولا جاي تمتحني؟ انا يقول لي عاوز سي تي. يعني افرض جالك شيست اكس راي وانت في موزمبيق اللي ما فيهاش سي تي، ما كانوا بيقولوا لنا كده في الامتحانات، هتعمل ايه؟ هتشخص ولا مش هتشخص؟ يقول لك وانا ايه اللي وداني موزمبيق اصلا؟ طيب المهم، طيب عملت اكس راي لقيت ماس، عملت سي تي لقيتها سوليد، سوليد يبقى برونكوجينيك، وهي اصلا من غير سي تي هي برونكوجينيك، خلاص بقت سوليد، خلاص عرفت ان هي برونكوجينيك. هتقول لي فيها كالسيوم، هقول لك الكالسيوم في الماس ملوش اي قيمه، الكالسيوم في النوديول بس هو اللي يعني ان النوديول بناين، اما الكالسيوم في الماس ليست له اي قيمه اعتباريه، كانه مش موجود. ماس وفيها كالسيوم، ماس وما فيهاش كالسيوم، ماس والريجولار ايدج، ماس وسموث ايدج، اي ماس في الدنيا في الشيست هي برونكوجينيك كارسينوم. طيب لقيت ماس، ايه ده يا ابني؟ برونكوجينيك. بس طبعا بعد لما تقول وتوصف وبتاع ما تدخلش الايه الغيظ على نفس الممتحن. طيب وبعدين اما هنعمل ايه يا ابني؟ هنعمل سي تي، طلعت سوليد يا ابني، يبقى ايه؟ برونكوجينيك كارسينوم. طيب ايه ده يا ابني؟ ماس، عملنا سي تي طلعت سوليد، لكن العيان عنده رينال سيل كارسينوم، يبقى ايه دوت يا ابني؟ ميتاستاس. حلو. واحد تاني او واحده عندها ميلانوم وفي كرومبه كده موجوده في الشيست، ايه ديت يا ابني؟ ميتاستاس. بس اصلها سموث مارجن وفي احتمال تطلع هايداتد سيست ومش عارف ايه كده اهوت. يبقى انت بتقول للراجل جيب اللي وراك دوت ودبني بيه في نافوخي، صح ولا ايه؟ يا جماعه الخير، والله بص الكلام ده اللي انا بقوله لك مش هتلاقي حد تاني يقوله لك، خلاص؟ انا عاوزك تبقى كلينيكالي اورينتد مش فيلم اورينتد. انت قصادك فيلم وراكبك القرد وعاوز تكتب كل البوسيبيليتيز في الدنيا، مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده ابدا ابدا في اي حته. طيب الميتاستاسيس كام نوع يا جماعه الخير؟ ثلاثه، ميلياري اللي هو قد راس الدبوس، وريجولر اللي هو الحجم المتوسط، وكانون بول اللي هو زي قذيفه المدفع. الميلياري هنتكلم عليه في الديفيوز لانج ديزيز، اما الكانون بول والتاني ده فهو زي ما انا قلت لك نوديولز او ماسز او الاثنين مع بعض، دي ار دايجنوستيك اوف ميتاستاسيس. في نون برايمري مالينجنسي ويل اند جود، ما فيش برايمري مالينجنسي هو برضه ميتاستاسيس، خلاص؟ طيب بريست كانسر كور كور كور، ايه دوت يا ابني؟ ميتاستاسيس. تو ماسز ان ذا تشيست، ايه دولت يا ابني؟ ميتاستاسيس. عارف لو قلت حاجه تاني مش هيحصلك، طيب ميتاستاسيس خلاص. طب ينفع يكون واحده برونكوجينيك كارسينوما والتانية الميتاستاسيه بتاعتها؟ ينفع يكون برونكوجينيك كارسينوما في الليفت وواحده تانية في اللنج عشان انا العيان ده قتل ابوي وانا عاوز اطلع له نسيبه سودا جامده جدا عشان ما يعرفش ينفد منها، صح؟ ما هي كده والله العظيم. في بعض التقارير بتحس ان ما بين الدكتور والمريض طار بيت،
ما في حاجة سابها إلا لما ركبها العفريت وطلب لها فولو أب وطلب لها انفستيجيشن تاني. ليه؟ ستون جول بلادر فور فيرزر التراساوند، معرفش مين فور فيرزر ايكو ديبلر، معرفش ايه فور فر... حرام عليك. طيب ايه دولت يا ابني؟ متاسس، عملنا سي تي طلع هما الاثنين فيهم ميه، الحمد لله رب العالمين، العيان طلع براءه وطلع هايداتد سيست. طب هتقول لي طب انا ليه ما اكتبش في التقرير كويري ميتاستاسيس كويري هايداتد سيست؟ ليه؟ ليه؟ عشان لا انت بص اسأل نفسك كام مرة لقيت كور في الشيست اكس راي طلعت ميتاستاسيس، وكم مرة لقيت كور في الشيست اكس راي طلعت هايداتد سيست؟ كم مرة؟ الاثنين قد بعض؟ يستحيل يستحيل. ما انا مش من البرازيل يا جماعه، انا واحده يعني عايش هنا بشوف الحالات كل يوم. 1000 حاله ميتاستاسيس عقبال ما تلاقي واحده بس مالتيبل هايداتد سيست، صح ولا ايه؟ خلاص يبقى انا اسيب الجرب اللي هو اكستريملي رير وكل واسيب الكومن وامسك في البتاع؟ لا. ايه دولت يا ابني؟ ميتاستاسيس. خلاص هنعمل ايه يا ابني؟ هنعمل سي تي، طلع كلهم مليانين ميه، خلاص ده هايداتد سيست. مفيش حد هيقول لك هو انت ما بتفهمش، هو انت ما عرفت، مفيش، يستحيل حد يقول لك كده، لان الكومن از كومن. انا عاوزك تشخص الكومن، ايه دولت؟ ميتاستاسيس. افرض ان انا حطيت لك الفيلم ده في الامتحان وقلت دولت هايداتد سيست وطلع فعلا بالسي تي هايداتد سيست، مش هيحصل لك؟ طيب مش مين انا من بعض الممتحنين لانك انت غزته قوي وعرفت التشخيص، صح؟ صح ولا ايه؟ وبعدين ما عندكش اي مسوغ تقول بيه عرفت التشخيص ازاي الا انك تكون غشاشة، او زي ما بيعملوا عندنا في القصر العيني دلوقتي بيوزعوا ورقة على نفسه، الدكتور الفلاني عنده حالة كذا وحالة كذا وحالة كذا، الدكتور العلاني عنده حالة كذا وحالة كذا وحالة كذا. فانت اول ما يحط لك البتاع تبص عليه كده، مين ده؟ الاستاذ الفلاني، هي هايداتد سيست. هذيك الحكايه. ليه بيحصل دوت يا جماعه؟ لان الاستاذ حاطط الافلام تحت السرير زي ما انا بقول، وكل ما يجي امتحان يجر اللي على الوش اللي هم بتوع الامتحان اللي فات واللي قبليه واللي قبليه، مع ان عنده طن من الافلام تحت السرير، بس ما فيش وقت عشان اقعد افرز دول واطلع واعمل واروح واجي وبتاع. الامتحان جاي يا سعاده البيت، اجي داخل تحت السرير جايب الحالتين، هم بتوع كل مره، خلاص العيال حفظتهم ووزعتهم على بعض. ولما حد بالاساتذه سمع الشغلانه ديت قال يا نهار اسود، ده انا اي هاف تو تشينج بقى الافلام واضطر يعني اقعد فتره تحت السرير عقبال ما اطلع الشويه التجديد. ما عليك. نيجي بقى للباتش. الباتش اللي هي بوتشه وفيها اير برونكوجرام، والدايجنوزس هنا واحد من اثنين، يا اما نمونيا يا اما انفاركشن، وهما الاثنين نفس المنظر نفس الصوره نفس كل حاجه مع اختلاف الكلينيك. النمونيا واحد سخن وبيكح وبينزل بلغم وبيعمل ويسوي، اما الانفاركشن اكيوت تشست بين وهيموبتسيس وعنده ديب فينس ثرومبوزس في رجله والكلام ده كله. طيب انت في الامتحان العقيم ومفيش كلينيكال، ولو سالت على الكلينيكال هتتشتم، اول ما يحط لك فيلم زي دوت كده تقول نمونيا. ليه؟ لان هي از ذا موست كومن كومبيرد للانفاركشن، الانفاركشن كل حين ومين لما تشوفه ودوت كده. والله لو الكلينيكال موجود خير وبركه، النمونيا ما بيتعملهاش سي تي الا لو كان حد موسوس دكتور مش عارف ايه حاجه كده اهوت، فبيعملوا له سي تي عشان يستريح وفولو اب بعدها لما يخف. البوتشه ديت ايه دوت يا ابني؟ نمونيا. طيب في كلينيكال ما فيش كلينيكال، النمونيا هي سوبر امبوزد اون ذا سباين يعني لور لوب، بعد فتره من التريتمنت خف. ايه دوت يا ابني؟ نمونيا. خلاص طيب وموجوده فين؟ في اللاترال فيو في الميدل لوب، تمام؟ And this is middle lobe pneumonia. ايه دوت يا ابني؟ اير برونكوجرام معرفش ايه بوردر باي ذا فيشر، يبقى نموني. تيجي بقى لسنام الجمل اللي هو اسمه هامبتون هامب.
ايام زمان في العصر الحجري، ايام تحتمس الاول، كان في حاجه اسمها كده اللي هو سنام الجمل، اللي هي القبه دي كده، اللي هي ديت كده، يعني انفارش الايبكس بتاعته لجوه والبيز بتاعته لبره، بطل خلاص، بطل خالص خالص خالص، وبقت القبه ديت تنفع تكون نمونيا وتنفع تكون انفارش، وممكن يكون مع النمونيا افيوجن، وكذلك مع الانفاركشن بيكون في افيوجن. امال مين اللي هيفصل في القضيه دي؟ الكلينيك. العيان دوت ينفع يبقى نمونيا يبقى دي نمونيا، ما ينفعش يبقى نمونيا يبقى ديت انفاركشن. طيب ما فيش كلينيكال وعاوزين فيرزر ايفالويشن، يبقى مين؟ سي تي ويز كونتراست. خلاص لازم ويز كونتراست، اقول له ايه؟ روح اعمل سي، اوعى يحقنوك سبب. طب انت مالك؟ يعني ايه اغشاشك في الموضوع؟ تيجي انت تقول للمريض يا عمي والله الاشعه دي مش هتنفع من غير سبب، يقول لك لا هو قال لي اوعى يحقنوك سبب. ترفع سماعه التليفون ويقول لك اعمل اللي انا بقول لك عليه. ما هي الجبروت، هي الطب دلوقتي بقى بالبلطجه. فانت كل واحد بيحاول يفرض سيطرته على اللي يقدر عليه. خلاص حاضر يا سعادة البيت، شيست وزود كونتراست، ايه على قد الايه، على قد الوزود، وتروح بعد البتاع. هو مغصوبا عنه وغصب عن كل حاجة عنده هيعمل ويز كونتراست، and you don't recommend انه يعمل بالسبب. خلاص مالكش دعوة، مالكش دعوة انه يعمل بالسبب ما يعملش بالسبب. انت بالظبط كده اللي هو بيقول عليه زكي قدرة، مش اسمه كده؟ اه، اذبح يا زكي قدرة، ذبحت يا زكي، ما تذبحش يا زكي قدرة، ما نعملش. قال لك اعمل من غير سبب، حاضر يا سعادة البيت. ما نعملش، حاضر يا سعادة البيت. كل ده عشان ايه؟ مش عشان انت يعني لا مؤاخذة، عشان هو يشيل القضية. انت في الاخر خالص يوم القيامة هتبقى عاوز يتشال من على راسك حاجات كتير جدا، نفسك تقول دي مش بتاعتي ودي مش بتاعتي ودي مش بتاعتي. طب ما هو الواحد شايل القفة كلها وانت مالكش دعوة، صح ولا ايه؟ بس كده. فلو عملت ويز كونتراست هتلاقي الفيلنج ديفكت جوه البلمونري ارتري، وفي اللانج ويندو هتلاقي الانفاركشن اللي هو عامل هامتون هام ومعرفش مين. طبعا الامبوليزم هنتكلم عليه بالتفصيل الممل جدا في البلمونري فاسكولار ديزيز. نيجي بقى لاخر حاجه للكافيتي، والكافيتي كوره مليانه هواء كلي، او في اير فلويد ليفل، او في هواء ومعاه ماس. الكافيتي اللي فيه هواء بس التشخيص بتاعه بيعتمد على الجدار. لو كان الجدار ثيك يبقى فيه تشخيصين، لو كان الجدار ثين يبقى فيه تشخيصين تانيين. الجدار تخين اول تشخيص على الاطلاق من غير منازع الخراق. الخراق لونج ابس، اللونج ابسس يا جماعه الخير لما بيبتدي بيكون فيه هواء شويه وصديد كتير، بعدين الهواء يكتر والصديد يقل، وبعدين ينتهي به الامر الى كرونيك لونج ابسس مليان هواء وما فيهوش صديد. يبقى اذا الكافيتي اللي مليان هواء والجدار بتاعه تخين هو مين؟ الكرونيك لونج ابسس. اشهر كرونيك لونج ابسس على الاطلاق هو بتاع التي بي، اللي هو موجود في الايبكس او في الايبكس اوف ذا لور لوب وحواليه الاستراند نوديولار انفلتريشن بتاعت التي بي. الكافيتي الثاني اللي عنده ثيك وول وجواها هواء هو البرونكوجينيك كارسينوم، ولكن الكافيتي بتاع البرونكوجينيك كارسينوم من جوه از اكستريملي ريجولار، لكن الكافيتي بتاع الخراج از سموث. يبقى الوول بتاع الخراج من جوه سموث، والوول بتاع البرونكوجينيك كارسينوما از نوت سموث ولكنه ايريجولار. الكافيتي اللي هو ثين وول لو كان في وسط اللنج اسمه نيماتوسيل، لو كان تحت البلورة اسمه انفيزيميتس بول. الكافيتي اللي فيه اير فلويد ليفل لو كان الاير فلويد ليفل خط مستقيم يبقى الابسس، لو كان خط طالع نازل يبقى دوت الهايداتد اللي انفجر، لان الهايداتد سيست لما ينفجر عياله بتعوم على وش الميه، فبيخلوا وش الميه از نوت ستريت، وبيخلوا اللي هو اللي بيسموه الووتر ليلي ساين، زي اللي حضراتكم شايفينه هنا دوت، اند ذس از ووتر ليلي ساين. اخر حاجه الكافيتي اللي جواه ماس، الكافيتي اللي جواه ماس نظريا وامتحانيا ومش عارف ايه، هم اربعه.
الاثنين الاولانيين دولت هم اللي صح، والاثنين التانيين خزعبلات. فانجل بول رقم واحد، نكروتيك تيومر رقم اتنين، بلاد كلوت رقم ثلاثة، وبعدين رابشر ده هيداتيد سيست. الهيداتيد سيست في طريقة بينفجر بيها، ان الهواء يدخل ما بين الاندو والاكتوسيست، فيروح مبطط الاندوسيست وعامله كورة جوه الكافيتي، بيبقى واضح جدا ما فيهوش اي لابس عليك انك تعرف ان دوت رابشر دايداتيز. اما البلاد كلوت فانا محتاج حد بقى العفريت تطلق البخور وتجيب العفريت وتقول له دي بلاد كلوت ولا فانجل بول، فيقول لك والله مش عارف، ان احنا نعمل بيت سكان احسن ونعرف هو دوت يطلع ايه. مفيش حاجه اسمها كده. الكوره اللي جوه الكافيتي هي فانجس until proved otherwise. يبقى في عندنا كافيتي ثين وول وجواه كوره يبقى فانجس، عندنا كافيتي ثين وول جواه كوره يبقى فانجس، عندنا كافيتي يتميز بمميزات المالجنسي. ايه هي؟ ثيك وول الريجولار انر مارج، خلاص يبقى دوت مالجن. طيب طلع جواه كوره ايه؟ فانجس على المالجنسي، ما خليك حلو صح، يبقى مالجننت برضه. طب افرض طلع جواه فلويد ليفل، مالجننت برضه. ايه تفسير الفلويد ليفل؟ هيموريج انسايد ذا تيوم. ايه تفسير الكرومبه ديت؟ شريدز بتاعت التيومر قبل ما المريض يكحها في الشارع، صح كده؟ يبقى المالجننت كافيتي ستيك وول ريجولار انر مارجن، وات ايفر ايه اللي جواه، كورة مية، كورة ومية، هوا ومية وكورة، كل دوت يساوي مالجنت كاب. هذا وبالله التوفيق.